وزراءنا داخل الحكومة لم يكونوا على علم باللقاء الذي سيكون بين الحكومة التركية والحكومة المغربية. إذا هذا نستنكره ونعتبر أن اليوم عبد الإله بن كيران يقوي حزبه على حساب الجماهير الشعبية وبأموال الدولة مع كامل الأسف. ولما قرر أردوغان زيارة عبد الإله بن كيران شعلت النار الآن في تركيا ولا زالت مستمرة. سي عبد الإله بن كيران كان سيتوجه إلى تشيك، وقعت الفيضانات ولم يصل إلى تشيك. إذا هناك شيء ما مقدر من عند الله. هذا الرجل يمكن قدامه ما مباركش ما مساعدش، وهذه البلاد هي زاوية. نتمنى له أنه يكون عنده القبول الله، ولكن ما يمكن يكون عنده القبول الله إلا إذا كان للشعب المغربي وليس لحزب معين. إذا يبدو أن السيد عبد الإله بن كيران الحاضر في كل أجوبة الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط. رئيس الحكومة اليوم لما تناقشوا تناقشوا المؤسسة ليس كشخص بطبيعة الحال. المؤسسة احترموا السيد عبد الإله بن كيران، لكن السيد عبد الإله بن كيران كرئيس الحكومة لا يقوم بدوره اليوم كرئيس للحكومة.